السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناة تعلم اللغة الإسبانية. اليوم في هذا الدرس إن شاء الله سوف نرى كيف يمكننا وصف مدينة ما أو مكان ما. إذا من خلال هذا الدرس سوف نتعلم مجموعة من الكلمات والمصطلحات، وكذلك الكثير من أسماء الأماكن والصفات. إذا لكي نصف مدينة ما أو مكان ما، عادة ما نستعمل أربعة أفعال أساسية، وهي أولا لدينا فعل سار، فعل الفيربو سار، لدينا فعل آخر الفيربو استار، الفيربو استار، فعل آخر الفيربو تينير، الفيربو تينير، وأخيرا الفيربو الفيربو أبير، الفيربو أبير، فعل أبير. إذا من خلال الوصف الذي سوف نتطرق إليه في هذا المثال سوف نرى ما هي حالات استعمال كل واحد من هذه الأفعال. إذا لنبدأ، مثلا نقول مي سيوداد اس es bonita. Mi ciudad es bonita. يعني مدينتي mi ciudad es bonita. هي جميلة. هي جميلة. Es bonita. ممكن أن نصفها ونقول كذلك es grande. Es grande, grande, كبيرة. أو pequeña, pequeña, صغيرة. ممكن أن نصفها كذلك، نقول es tranquila. Es tranquila. هادئة. هي هادئة. Tranquila. أو ruidosa. Ruidosa. يعني فيها ضوضاء أو ضجيج. رويدوسا. ممكن أن نصفها كذلك ونقول إس ليمبيا. إس ليمبيا. هي نظيفة. إس ليمبيا. pero لكن ahora، لكن ahora الآن، لكن الآن está sucia. sucia es limpia، يعني هي نظيفة. Pero ahora، لكن الآن، pero ahora está sucia، هي متسخة. هنا استعملنا فعل ser، وهنا استعملنا فعل estar. يعني بعد ذلك سوف نشرح ذلك. ممكن أن نضيف كذلك ونقول
استا ان El centro está en el centro de España. Está en el centro de España. يعني توجد في وسطي en el centro في وسط إسبانيا توجد وسط إسبانيا كذلك. جيد، نضيف مثلا ونقول está cerca está cerca cerca de la capital. Está cerca de la capital. يعني توجد está cerca de بالقرب من cerca de la capital. يعني بالقرب من العاصمة. توجد بالقرب من العاصمة. Está cerca de la capital. جيد. الآن نقول مثلا مي سيوداد مدينتي مي سيوداد تيني دوس partes. Mi ciudad tiene dos partes. يعني مدينتي لديها يعني أو تنقسم إلى جزئين. Tiene dos partes. هنا استعملنا الverbo tener فعل الملكية. لديها جزئين أو تنقسم إلى جزئين أو منطقتين. نقول مثلا una parte una منطقة una parte أو جزء una parte moderna moderna يعني حديثة أو جديدة moderna y otra parte اي اوترا بارتي و جهة اخرى او منطقة اخرى انتيغوا يعني قديمة انتيغوا. جيد، الان سوف نرى ما هي الاشياء التي توجد في المنطقة يعني الحديثة وما هي الأشياء التي توجد في المنطقة القديمة. نقول مثلا إن la parte إن la parte يعني في المنطقة إن la parte antigua في المنطقة القديمة En la parte antigua hay هنا استعملنا الverbo فعل haber hay casas viejas. Hay casas viejas. هنا الverbo haber يعني فعل haber يعني يوجد. Hay casas viejas يعني في المنطقة القديمة توجد منازل قديمة يعني antigua لديها نفس معنى vieja.
كاساس بيخاس، كاساس أنتيواس يعني منازل قديمة. جيد، هناك أيضا أي، يوجد أي، ممكن أن نقول أي كايس، أي كايس استريتشاس، استريتشاس اي كايس يعني يوجد، توجد شوارع كايس، شوارع استريتشاس ضيقة، ضيقة، شوارع ضيقة. ممكن أن نضيف نقول مثلا اي اي مونومنتوس، مو نومنتوس استوريكوس، مونومنتوس استوريكوس يعني مآثر تاريخية، مآثر تاريخية. ونقول مثلا كومو كومو، نقول مثلا إغليسياس، إغليسياس مثلا موسيوس، موسيوس إلى آخره. إغليسياس يعني كنائس، كنائس. موسيوس يعني متاحف، متاحف موسيوس إلى آخره. جيد، الآن نمر إلى المنطقة الأخرى. ماذا يوجد في المنطقة الحديثة؟ ونقول إن لا بارتي، إن لا بارتي مودرنا، إن لا بارتي مودرنا يعني في المنطقة الحديثة، أي يوجد أي، نقول مثلا إيديفيثيوس، إيديفيثيوس، إيديفيثيوس ألتوس، إيديفيثيوس ألتوس يعني مباني عالية أو عليا، مباني عليا. مثلا أي يوجد مثلا كايس أنشاس، أي كايس أنشاس يعني توجد شوارع يعني متسعة أو واسعة. أنشاس يعني ضد استريتشاس، ضيقة. أنشاس يعني متسعة أو واسعة. نضيف كذلك نقول أي أي بيسيناس، أي بيسيناس يعني توجد مسابح، أي بيسيناس. كذلك نقول أي بيبليوتيكاس، أي بيبليوتيكاس، أي بيبليوتيكاس يعني توجد مكتبات، بيبليوتيكاس. قل مثلا أي أي ثينيس، أي ثينيس توجد يعني ثينيس يعني سينما، أو يعني قاعات سينمائية، قاعات سينمائية. ثينس جمع قاعات سينمائية. قل مثلا I un ثينس،
سنترو كوميرسيال. أي أون سنترو كوميرسيال، يعني يوجد مركز تجاري. سنترو كوميرسيال، مركز تجاري. هنا نقول كي تيني، كي تيني. هنا استعملنا فعل تنير، الفيرب تنير فعل الملكية، يعني والذي فيه أو لديه أو فيه. هنا فيه، كي يعني ريلاتيفو، يعني أداة ربط ريلاتيفو. كي تيني يعني لديه أو فيه. فيه تيني tiendas de ropa. فيه tiendas de ropa يعني محلات للألبسة. tiendas de ropa محلات للألبسة. y de muebles. اي دي muebles يعني محلات للأثاث المنزلية، للأثاث المنزلية muebles. جيد، ونضيف كذلك ونقول اي restaurantes restaurantes مثلا. هنا نقوم بفاصلة. restaurantes y نقول مثلا cafeterías. restaurantes y cafeterías يعني مطاعم. restaurantes cafeterías مقاهي. restaurantes y cafeterías. جيد، ممكن أن نقول كذلك pero لكن no hay لا يوجد. no hay pero no hay universidades. universidades لكن لا توجد جامعات. لكن لا توجد no hay لا توجد universidades يعني جامعات. لا توجد جامعات. ni por ejemplo ni un campo دي فوتبول. يعني لكن لا توجد جامعات ني تعني ولا اون كامبو دي فوتبول يعني ولا ملعب كرة قدم. ولا ملعب كرة قدم. تامبوكو اي parques. tampoco hay parques. tampoco يعني كذلك لا. كذلك لا يوجد. tampoco hay كذلك لا يوجد parques يعني منتزهات. parques يعني منتزهات. جيد، هنا نلاحظ مثلا في البداية استعملنا فعل سير. هنا اس بونيتا، اس جراندي، اس بيكينيا، اس ترانكيلا. نستعمل يعني فعل السير للتعبير عن صفة دائمة لشيء ما أو لشخص ما، صفة دائمة لا تتغير كما رأينا في سابقا في فعل في درس السير وإصدار. الفيربو إصدار يعني فعل إصدار نستعمله للتعبير
عن صفة كذلك مؤقتة لشيء ما أو لشخص ما. مثلا هنا قلنا استا سوثيا أورا، يعني الآن أورا استا سوثيا، يعني صفة غير دائمة يعني مؤقتة، يعني غدا ممكن أن تصبح ليمبيا. هنا استعملنا فيها الإصدار. جيد، البيربو أبير، البيربو أبير هنا كما نلاحظ أي كاساس بيخاس أي كايس استريتشاس أي، يعني يوجد. هذا فعل سيما ان اسبانيول بيربو امبيرسونال، يعني فعل غير شخصي، يعني يوجد، يعني يوجد. جيد، فعل تينير، البيربو تينير يعني فعل الملكية، يعني لديه فعل الملكية. جيد، لنعيد مثلا قراءة هذا المثال ونقول: مي سيوداد إس بونيتا إس جراندي إس بيكينيا إس ترانكيلا إس رويدوسا إس ليمبيا بيرو أورا Está sucia. Está en el centro de España. Está cerca de la capital. Mi ciudad tiene dos partes, una parte moderna y otra parte antigua. En la parte antigua hay casas viejas, hay calles estrechas, hay monumentos históricos como iglesias, museos, etc. En la parte moderna hay edificios altos. Hay calles anchas, hay piscinas, hay bibliotecas, hay cines, hay un centro comercial que tiene tiendas de ropa y de muebles, restaurantes y cafeterías, pero no hay universidades, ni un campo de fútbol, tampoco hay parques. جيد، كان هذا درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.